أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، وأنا راوية القاسم، وهذه العربية 360، الخبر من كل زوايا ومن جميع جوانبه. إيران إلى المربع الأول، واشنطن تصف احتمالات إحياء الاتفاق النووي بالضعيفة وتفرض عقوبات على طهران. من دونباس إلى خاركاف، روسيا تستعد لهجوم على 3 محاور، والعربية 360 تأخذكم في جولة 360 من داخل أقبية أزوفستال. على وقع دراما استحواذ إيلون ماسك على تويتر، اجتماع لمساهمي الشركة تمهيدا لحقبة جديدة. وفي القضايا السياسية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي تتابعون أيضا. من ماكرون إلى شولتز، موجة تغريدات تضامنية مع مجزرة تكساس، وواشنطن تحت صدمة إطلاق نار خلف 21 ضحية. يبدو أن احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ضعيفة في أحسن الأحوال، هكذا عبر الممثل الخاص لإيران روبرت مولي عن فرص العودة للاتفاق. وبعد شهور من التصريحات والتسريبات حول اقتراب التوقيع على اتفاق مع إيران، نقل موقع إكسيوس عن اعتقاد إسرائيل أن خامنئي قرر عدم العودة إلى الاتفاق النووي ما لم ترفع واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. لذا يبدو أنه لن يتم الاتفاق، خصوصا بعد تصريحات بوليتيكو أمس التي نقلناها بشكل أخبار عاجلة في العربية 360 عن أن بايدن قرر إبقاء الحرس الثوري في قوائم الإرهاب. روبرت مالي مرر رسائل مفادها رفض واشنطن لرفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب. ومن الاتفاق إلى العقوبات، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لصالح فيلق القدس وجماعة حزب الله اللبنانية. وتعتبر هذه العقوبات تأكيداً لتصريحات الممثل الخاص بإيران عن استعداد واشنطن لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل لاتفاق معها. إن أعمال الحكومة الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتقمع المتظاهرين داخل حدودها، إضافة إلى أنها تحتجز 4 مواطنين أمريكيين ومزدوجي الجنسية لأغراض سياسية. عملنا مع شركائنا لردع هذا السلوك الخطير. الإدارة الأمريكية أمضت الكثير من الوقت للتركيز على برنامج إيران النووي والرقابة عليه، وكذلك عززنا روابطنا مع الدول الأوروبية، وهذه مسألة مهمة لإجبار إيران على تغيير سلوكها. 20 عاماً انقضت والمنظمة الدولية للطاقة الذرية مخترقة من قبل إيران. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن أن إيران نجحت في الوصول إلى التقارير السرية للوكالة الأممية قبل ما يقرب من 2 من الزمن، واستغلت الوثائق بتوزيعها على كبار المسؤولين الذين يتفاوضون حول برنامجها النووي. مسؤولون استخباراتيون قالوا إن وثائق وكالة الطاقة الذرية والسجلات الإيرانية تم توزيعها بين عامي 2004 و2006 كانت تشير إلى أن إيران تعمل على برنامج أسلحة نووية. الصحيفة أضافت أن طهران كانت تعد الأجوبة بناء على المخاوف الموجودة في وثائق الوكالة الدولية لإخفاء أعمال سابقة مشتبه بها تتعلق بالأسلحة النووية.
وتكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات التي استخدمتها طهران مع الوكالة. وأظهرت الوثائق أيضا أن إيران حاولت أن تصمم إجابات حول ما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل، بينما كانت تعمل على إخفاء المعلومات الضرورية وخاصة ما لا تعرفه الوكالة عن برنامج إيران النووي. وكانت هذه الوثائق من بين أكثر من 100,000 وثيقة وملف صادرتها المخابرات الإسرائيلية بين يناير 2000 أو تحديدا في عام 2018 بيناير من أرشيف طهران، وسلمتها إسرائيل في وقت لاحق لأجهزة الاستخبارات الأمريكية. ورغم ما كشف اليوم مشاهدينا، لطالما قالت واشنطن ووكالة الطاقة الذرية أن إيران فشلت لسنوات في الإجابة عن الأسلحة أو الأسئلة حول برنامجها النووي والأسلحة فيه. واليوم طاهر مجلس الشيوخ عقد جلسة حول ملف إيران النووي، فما أبرز ما جرى خلاله؟ روبرت مالي كان أبرز المتحدثين راوية المبعوث الأمريكي الخاص بإيران. المبعوث أعطى صورة متشائمة حول فرص إحياء الاتفاق النووي مع طهران، وقال إن الفرص ضعيفة في أحسن الأحوال، كما لوح بعصا العقوبات التي قال إن واشنطن مستعدة لتشديدها على إيران والرد على أي تصعيد إيراني إذا لم يتم إنفاذ الاتفاق. أضاف مولي أن أي رد على إيران سيتم بالتنسيق مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. الترحيب الإسرائيلي الرسمي بالقرار الأمريكي إبقاء الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية لم يكن مفاجئا، فذلك كان مطلبا إسرائيليا ضاغطا وملحا على مدار سنوات، بالإضافة إلى أنه سيمكن إسرائيل من المضي في حرب الظلال ضد إيران تموضعا في سوريا ولجهة المشروع النووي الإيراني، على الرغم من أن المستوى الأمني في إسرائيل لا يعتقد بأن ذلك سيمنع عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، بالإضافة إلى حاجة حكومة بنت إلى إنجاز وهي باتت في مهب الريح سياسيا. وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها مولي، إلا أنه أعاد انتقاد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وقال إن الانسحاب جعل القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني أقصر أمدا وأضعف. وما زالت مفاوضات فيينا النووية تراوح مكانها وتتعثر بعد أن توقفت منذ 11 من مارس الماضي. استطاعت إيران أن تراكم ما يكفي من المواد المخصبة وتقدمت لتقصير مدة القدرة على صناعة القنبلة النووية، وهذا ما يسمح لإيران في إنتاج ما يكفي من الوقود النووي. الأسوأ من ذلك أن أذرع إيران زادت بنسبة 400% بين عامي 2019 إلى 2020، وهو ما أدى إلى قيام تلك الأذرع بهجمات ضد شركائنا الخليجيين ودول المنطقة. أعضاء بمجلس الشيوخ طالبوا خلال الجلسة بمواصلة الضغط على إيران، منهم السناتور جيم ريش الذي قال إن محاولات إدارة الرئيس جو بايدن لم تؤتي نتائج تتوقعها الولايات المتحدة، بل إن تخفيف الضغط صب بمصلحة إيران. في الحقيقة إن تخفيف العقوبات أدت إلى تغذية أذرع إيران. في 2015 خطة العمل المشتركة سمحت بتقديم أكوام من النقد لإيران. إلى أين ذهبت هذه الأموال؟ نعلم أنها لم تذهب لمساعدة الشعب الإيراني من أجل تنفيذ برامج محلية، وإنما تم تحويل على الأقل جزء منها إلى صواريخ نقلت لاحقا إلى لبنان وسوريا، وهي موجهة ضد إسرائيل وأماكن أخرى. هذه هي الوجهة الحقيقية لتلك الأموال. إذن جرونبرغ يقول أن فتح طرق تعز إضافة إلى غيرها من المناطق عنصر جوهري في هدنة اليمن، وفقا لمكتب المبعوث الأممي لليمن. مراسلة العربية نادية البلبيسي تحدثت عن أن إدارة بايدن تعرضت لانتقادات قوية من المشرعين الأمريكيين. تعرضت إدارة الرئيس بايدن لضغوطات قوية من المشرعين في الكونغرس ديمقراطيين وجمهوريين ومن حلفاء الإدارة وبالتحديد إسرائيل للإبقاء على الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. طبعا وضع الحرس الثوري كان في عهد الإدارة السابقة في عهد إدارة الرئيس ترامب ضمن ما كان يسمى بحملة الضغط القصوى، لكن هذا يعني بأن الطلب الإيراني لم يتم الاستجابة له، وبالتالي باتت المفاوضات في فيينا في مهب الريح، أمر
أسعد المشرعين في الكونغرس الذين استدعوا أيضا المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي للشهادة أمام الكونغرس للحديث عن مصير الاتفاق النووي. ينضم إلينا من لندن حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بك سيد حسن. يعني بداية، ما دلالات هذا الموقف الأمريكي الحازم إلى حد كبير إن كان على لسان روبرت مالي أو بلينكن، وكيف سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات، مفاوضات العودة إلى الملف النووي الذي يعيش أصلا حالة موت سريري؟ تحياتي. هناك عدة دلائل لهذه القرارات الحاسمة لإدارة بايدن، وتعودنا على أن إدارة بايدن كانت لا تتخذ قرارات من هذا النوع، بل تخفف حتى الضغوط التي كانت مورست في زمن إدارة ترامب على طهران. هناك عدة دلائل. الدليل الأول هو أنه هناك ضغوط إسرائيلية وضغوط من قبل المنطقة برمتها التي متضررة من الإرهاب الإيراني ومن الحرس الثوري الإيراني بالتحديد ومن فيلق القدس، كما أن هناك ضغوط أخرى داخلية أمريكية من قبل الكونغرس، من قبل الحزب الجمهوري، من قبل حتى أعضاء من حزب الديمقراطي. وأيضا الدليل الثالث أنه مقابل تلك التخفيفات التي جاءت بها إدارة بايدن لم تصب في صالح تحسين الأوضاع أو تخفيف التوتر أو تسريع وتيرة المفاوضات النووية، بل بالعكس جاءت تلك الأمور بالعكس ما تتوقعه إدارة بايدن، زاد الإرهاب وإيران قامت بعمليات إرهابية في الجانب النووي. إيران أخفت كثير من المعلومات لم تجي. والخارجية الفرنسية انضمت قبل قليل أستاذ راضي للموقف الغربي على رأسه الولايات المتحدة، وتقول أن تسارع برنامج إيران النووي قد يهدد بإفراغ الاتفاق من مضمونه، الاتفاق المعروض لن يبقى بدون سقف زمني. ولكن أريد أن أسألك عن نقطة متعلقة بإيران نفسها، وقد تحدثنا بالأمس بهذه النقطة مع دكتور مصطفى العاني في هذا البرنامج، عن أن إيران نفسها اختارت التصعيد بطرح ورقة جديدة على الطاولة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهي ورقة ضرورة إزالة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب. بايدن لم يقبل وأبلغ إسرائيل بذلك. لماذا باعتقادكم قررت إيران أن تصعد استعمالا لهذه الورقة من جانبها هي، بغض النظر عن ضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة إضافة إلى غيرها؟ أعتقد أي دولة أخرى في مكان إيران تقوم بما قامت به إيران. لماذا؟ لأنه الجانب الآخر الأمريكي بالتحديد لم يتخذ قرارات حاسمة، وخاصة في إدارة بايدن خلال هالسنوات الماضية، بل خففت العقوبات على طهران، وأيضا لم تضع سقف زمني لهذا التماطل الإيراني، وأيضا ما تفعله إيران، عدم الإجابة على الأسئلة، هروبها من المفاوضات ومن المستحقات النووي، وكذلك استقلت إيران الأزمة الأوكرانية الروسية وانشغال الغرب بالتحديد في هذا الملف، فصعدت وطرحت شروط جديدة. أنا أعتقد هي إشكالية كبيرة هو بالجانب الأمريكي، خاصة في إدارة بايدن الذي لم تكن حاسم في مواجهة تمام. إيران. بس هذا سيقود إيران إلى أين؟ إلى المزيد من التصعيد باعتقادك؟ إلى المزيد من دعم عمليات إرهابية في المنطقة عبر ميليشياتها؟ إلى المزيد من التصعيد حتى في تسريع التوجه أو الاتجاه نحو تصنيع قنبلة نووية طيلة فترة الفراغ إذا صح التعبير هذه؟ صحيح، إيران متجهة بهذا النحو، لأنه إيران هدفها الاستراتيجي هو صنع القنبلة النووية، وإلا لما تحملت كل هذه العقوبات والضغوط في هذا الملف، والغرب يريد أن يساعدها في الأقراض السلمية من برنامجها النووي. هذه النقطة. إيران بالتأكيد ستصعد وستستمر بهذا النهج، بل ستزيد لطالما لم تلمس هناك ضغوط حقيقية أو موقف حقيقي من الإدارة الأمريكية، وإلا خاصة السقف الزمني المفقود هذا هو اللي أعطى إيران فرصة كبيرة، فرصة الفرصة أنه تقوم بكل ما فعلتها لحد الآن في
الاتجاه الإرهاب أو في الاتجاه النووي. كان فبراير الماضي هي الفرصة الأخيرة، نعم. لكن انتهى فبراير وانتهت الشهور، نعم. من بعده ولم يكن هناك أي أمل في العودة للمفاوضات أو إعلان الفشل وانتقال الخطة الباقي. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة من لندن، حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية، تحياتي إليك. طبعا طاهر، قبل المتابعة في نشرتنا هناك عدة مواقف صدرت عن المبعوث الأممي الذي دعا الأطراف اليمنية مشاهدين إلى التفاوض بحسن نية، كما اعتبر غرونبرغ بأنه فتح طريق تعز كما ذكرت وغيرها من المناطق هي عنصر جوهري من هدنة اليمن، كما طالب بتفاوض جدي لتحسين ظروف المدنيين اليمنيين وبأن هناك استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء و القاهرة. واشنطن أيضا تحذر دول جنوب الهادئ من الاتفاقيات الغامضة كما تصفها مع الصين. نتابع من استدعاء الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال اليوناني احتجاجا على احتجاز أثينا سفينة إيرانية، وقالت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية إن اليونان احتجزت سفينة تجارية ترفع علم إيران وصادرت حمولتها واعتقلت طاقمها. ونقل إعلام إيراني عن المؤسسة أن احتجاز السفينة جاء تنفيذا لطلب أمريكي. وطلبت مؤسسة الملاحة البحرية أثينا بالإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية. وفي العربية 360 أيضا، قيادي في القاعدة يتحدث للعربية عن تفاصيل تجنيده من قبل الحرس الثوري. وكذلك والعلاقة بين القاعدة وإيران. وصلت إلى المنطقة اللي فيها المهاجرين فيها العرب. أهلا بكم من جديد. إذن وكالة سبوتنيك تتحدث عن الدفاع الروسية التي تقول أن القوات المسلحة تفتح يوميا ممرين بحريين للخروج من موانئ ماريوبول، خيرسون، نيكولايف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا ويوجيني. أجرى اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن اللبناني لقاءات عدة في واشنطن مع كبار المسؤولين في الأمن القومي. وقال إبراهيم في تصريحات خاصة للعربية إن محور هذه اللقاءات هو الوضع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى وضع المحتجزين والمفقودين الأمريكيين في سوريا. كبار المسؤولين بالأمن القومي بداية، وعنوان الزيارة هو الوضع في لبنان، وضع المنطقة، إضافة إلى موضوع المفقودين الأمريكان في سوريا. واستبعد اللواء عباس إبراهيم في تصريحاته للعربية في المقابلة التي أجرتها زميلة نادية البلبيسي انفلات الوضع الأمني في لبنان، مشددا على أنه من حق الشعب اللبناني التظاهر والتعبير عن ألمه على حد تعبيره. الشعب اللبناني الحق بالتظاهر والحق بالتعبير عن ألمه ووجعه، وهذا الشيء مشروع في كل الأنظمة في العالم. إنما أن يخرج هذا الوجع ويصبح خلل أمني في مكان ما، فأنا مستبعد. ستبقى الأمور ضمن إطار الشغب وتحت سقف الشغب المقبول، إنما أن يتفلت الوضع الأمني فهذا موضوع مستبعد جداً. تناولنا قبل أسابيع مشاهدينا كتيبة كارباتيان سيتش التي تقاتل على تخوم مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا، عملياتها وتحركاتها وتفاصيل حياتهم اليومية. اليوم سنتابع معكم تفاصيل جديدة ومثيرة. على الخطوط الأمامية تصطاد فرق الاستطلاع أهدافا روسية كانت حتى وقت قصير تأخذ وضعية الدفاع، لكنها اليوم بدلت واتجهت إلى وضعية الهجوم وأثبتت فعالية قتالية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ماريان قائد فصيلة في كتيبة الكارباتيان سيتش قوله إن الروس غاضبون للغاية اليوم لأننا دمرنا أمس دبابتين. بدأ القائد ماريان متحديا: اسأل أي شخص، كل جندي هنا حلمه الأكبر هو تدمير دبابة روسية T-80 أو T-72، أي دبابة ترسلها موسكو
إلى هنا. على الجهة الأخرى من الحدود توجد فرقة الدبابات كانتيميروسكايا التابعة للحرس الرابع من النخبة الروسية مسلحة بدبابات تي 80 الحديثة. فرقة النخبة الروسية هذه على مدى الأسابيع الستة الماضية حاولت وفشلت في تجاوز الأوكرانيين جنوب إيزيوم، وهو جزء رئيسي من جهود موسكو لتطبيق قوات كييف في إقليم دونباس. يقول أحد عناصر الكارباتيان سيتشوا يدعى أولي إن لدى الروس ذخيرة غير محدودة، يطلقون النار في أي مكان يحلو لهم، بينما نحن نضرب الأهداف المؤكدة فقط عندما نحصل على إحداثيات دقيقة. هنا نصبت القوات الأوكرانية كمينا لفرقة استطلاع روسية، والنتيجة كانت مقتل جميع أعضائها على الفور باستثناء ناج وحيد توفي فيما بعد متأثرا بجراحه. جنود الكارباتيان سيتش مزودون بأسلحة غربية وأوكرانية مضادة للدبابات بما في ذلك صواريخ جافلين، إضافة إلى إمكانية استدعاء مدفعية بعيدة المدى وطائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2. ويقول قائد الكتيبة: نحن لسنا ضحية مختبئة بجحر ننتظر أن يأتي العدو ويقبض علينا، بل نقوم بعمليات هجومية ونحاول تدمير العدو ليلا ونهارا، والروس ليس لديهم ما يكفي من الرجال، وأيضا ليس لديهم الروح المعنوية المطلوبة، إنهم ليسوا أغبياء ولا يريدون الموت أيضا. ولنذكركم مشاهدينا بكتيبة كارباتين سيتش هذه، فهي كتيبة متطوعين رحبت بالمتطوعين الأجانب، وأحد كبار الأجانب هو جوريس جوراس النائب المستقيل من برلمان لاتفيا، وجاء لحمل السلاح في إربن في مارس قبل أن تنقل الكتيبة وتنتقل إلى إيزيوم. يقول جوراس أنه عانت الكتيبة من خسائر كبيرة عندما تم نشرها في إيزيوم للمرة الأولى، لكن الوضع تحسن في الأسابيع الأخيرة. الآن الأسلحة الغربية تقوم بعملها، ترتفع المعنويات بمجرد أن تدرك قوتك. وإن كانت كتيبة نخبة الدبابات تفشل في إيزيوم، فالحرب مشاهدين الحرب الجوية تحديدا الروسية على أوكرانيا تحقق فشلا ذريعا أيضا، لتلجأ موسكو إلى خيارات بديلة. فما هي هذه الخيارات؟ الصواريخ راوية. الخيار البديل لفشل السيطرة الجوية الروسية على سماء أوكرانيا هو الصواريخ. أطلقت موسكو على جارتها الغربية والجنوبية الغربية في 3 أشهر فقط أكثر مما أطلقته أي دولة في أي صراع منذ الحرب العالمية الثانية. 2154 صاروخا، رقم قياسي وفقا لخبراء الحرب الجويين والبيانات الجديدة التي حصلت عليها مجلة نيوزويك الأمريكية. والنتيجة فشل وراء فشل، إلا من الدمار المنتشر. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال الأسبوع الماضي: فكر فقط في هذا الرقم الرهيب، نتحدث عن 2154 صاروخا روسيا أصاب مدننا ومجتمعاتنا في أكثر من شهرين بقليل. القصف الروسي لأوكرانيا لا يتوقف نهارا أو ليلا، لكن حملة القصف الجوي هذه لم تفعل شيئا يذكر للمساعدة في كسب حرب بوتين بحسب نيوزويك، حيث كشفت عن دروس رئيسية حول مستقبل الحرب. لماذا نقول هذا الكلام؟ تبرر المجلة بأن 200 طائرة مقاتلة روسية دمرت في أوكرانيا منذ بداية الحرب وفق زيلينسكي الكثير، ولكنها دمرت أيضا نتيجة محرجة لقوة جوية تفوق نظيرتها الأوكرانية 15 مرة. فشل روسيا في الاستفادة من تفوقها العددي الساحق، إضافة إلى خطائها في عدم تحقيق تفوق جوي في سماء أوكرانيا وتضاءل إمداداتها من الأسلحة الموجهة بدقة، كل ذلك أدى إلى لجوء الكرملين إلى الصواريخ. لكن في المقابل ردت روسيا يوم الأحد الماضي بإعلانها تدمير 165 طائرة أوكرانية منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة. هذا الرقم سيمثل ما يقرب من 3 أضعاف عدد الطائرات المقاتلة التي تمتلكها أوكرانيا. تكيفت روسيا مع الوضع، وجدت طريقة لضرب الأهداف، الصواريخ بعيدة المدى، مزيج من الصواريخ الجوية والبحرية تطلقها المقاتلات والقاذفات والغواصات. بحسب نيوزويك أطلقت روسيا 630 صاروخ إسكندر على أهداف استراتيجية في أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية، فيما أطلقت السفن والغواصات صواريخ كاليبر كروز
أما بطاريات الصواريخ الساحلية المضادة للسفن في القرم فقد أطلقت صواريخ أونيكس على السفن الأوكرانية وعدد قليل من الأهداف. في الجو قصفت المقاتلات التكتيكية والقاذفات المتوسطة والثقيلة أوكرانيا بمجموعة منوعة من صواريخ خا جو أرض وعشرات الصواريخ البالستية الجوية من طراز كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. المجلة الأمريكية نقلت عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن نسبة نجاح الصواريخ الروسية أقل من 40%، فيما تقول أوكرانيا إنها أسقطت 110 صواريخ كروز روسية، أي ما يقرب من 10% من تلك التي وصلت إلى المجال الجوي الأوكراني. لكن الأمر الدقيق غير معروف. هل كان ضعف روسيا أمام الدفاعات الجوية الأوكرانية مسؤولا عن اعتماد موسكو على هذه الصواريخ بعيدة المدى باهظة الثمن، أم إنه قرار عسكري روسي باللجوء إلى هذه الاستراتيجية؟ معنا من القاهرة لواء دكتور سمير فرج المحلل العسكري والاستراتيجي، أهلا بكم معنا سيادة لواء. هل نجحت روسيا باعتمادها على الصواريخ كتعويض عن بعض الخسائر في المحاولات الأخرى في تكتيكاتها العسكرية الأخرى، أم أنها أيضا باءت بالفشل؟ المعلومات تتحدث عن أقل من 40% نسبة نجاح لهذه الصواريخ. طبعا مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. اسمح لي اقول لحضرتك ان مجله نيوز ويك الاخبار اللي قالتها المعلومات الى حد ما الارقام نقول انها دقيقه، نعم، ولكن التحليل ليس دقيق. التحليل لصالح الحرب النفسيه اللي بتشنها امريكا وانجلترا ضد روسيا. احنا هذه الحرب بعد ما تخلص هنقعد نحلل وندقق، وده بيحصل في كل الحروب اللي فاتت، ان احنا بعد الحرب بنشوف ايه اللي حصل. روسيا المرة دي اتخذت اسلوب جديد لم يتخذ من بعض من قبل. احنا معروف عننا كعسكريين ان اي هجمات بتسبق الهجمة ضربة جوية. لما قامت امريكا والدول الحلفة ضد العراق قامت ضربة جوية. اسرائيل ضد مصر في 67 ضربة جوية. لما مصر في 73 قامت ضربة جوية. الروس المرة دي طلعوا لنا بشكل جديد خالص، وهو بدلا من الضربة الجوية ضربة صاروخية. ليه؟ لان النهارده الطياره الاف 16 ولا الاف 35 ولا سخوي 35 ثمنها 100 مليون دولار، زائد الطيار اللي عليها مكلف الدوله قد ايه. فعشان كده النهارده هم بداوا يقولوا ان انا لا مش هستخدم الطيارات ولكن هستخدم الصواريخ، ولذلك كل الارقام اللي قالوها في نيوز ويك صح، انما هو اسلوب جديد من الاساليب ان انا لا استخدم هذه الطيارات المكلفه، تمام، ان خسائرها هتديني حاجات كبيره لنا. لكن تعال شوف النتائج هذه الصواريخ، يعني الصاروخ الكينجال المره دي يعني كان مفاجاه هذه الحرب. صاروخ النهارده بيشيل 500 كيلو جرام من التي ان اي تي، وممكن يشيل طبعا صاروخ نووي. السرعه بتاعته 5 أضعاف سرعه الصوت، احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده. علاوه انها كلها صواريخ بلاستيه بتطلع فوق بتطير بره الغلاف الجوي، تطلع مدى بعيد لان ما فيش عليها ايقاعات، بعدين تنزل فوق الهدف مباشره على الهدف، فبيصبح تتبعها بسيط. كل العمليات التدمير اللي حضرتك شفته ده نتيجه الصواريخ، تمام. ولذلك الحرب دي بعد ما تخلص هيقعد جميع المحللين وهنشوف شكل جديد من اشكال القطاع، ولان هم قدموا لنا 3 صواريخ جديده
الكنجال سيادة اللواء، رغم كل هذه الصواريخ والأسلحة المتقدمة المستعملة من قبل الجانب الروسي، لفتني ما قاله قائد الكتيبة في الكارباتيوم بأنه نحن لا نختبئ بجحر ولكننا نقاوم ونحارب بروح معنوية عالية. إلى أي مدى الروح المعنوية هذه الروح وأن يكون لديك عقيدة الدفاع عن الوطن ساهمت بعرقلة سيطرة القوات الروسية على كييف وغيرها من المدن؟ كلام حضرتك 100% سليم، أن الروح المعنوية طبعا بتبقى مهمة جدا في القتال، ولكن شوفي حصل إيه في باريوبول النهاردة، الناس خرجت ومستسلمة، 1500 طلع واحد رافعين العلم الأبيض، هم قتلوا وقتلوا شهرين وتحملوا جميع الضربات اللي قامت بيها الصواريخ الروسية، إنما في الآخر ما قدروش يستحملوا. الروح المعنوية مهمة وهي هدف كبير جدا، وكانت أحد الحاجات اللي العالم كله قيم الجيش المصري في حرب 73 إنه انتصر بأسلحة قديمة، ولكن كانت الروح المعنوية زي ما حضرتك قلتي وحب إن البلد لازم يرجع لها. إنما طبعا قدام هذا الحجم الهائل من النيران اللي اتضربت عليه من الصواريخ، وأنا بقول لأول مرة الصواريخ الفور صوتية اللي طلعوها الروس المرة دي، إن الصاروخ بينزل وبينفجر وبيعمل موجات صوتية، بتشوف البناية كاملة زي ما هي، ولكن جوه البناية كل ده بيتدمر. عشان كده بقول لحضرتك وهنتقابل بعد كده، أن بعد هذه الحرب هناك شكل جديد من أشكال استخدام النيران، وهو الصواريخ الفور صوتية اللي هي قدمتها روسيا المرة دي في هذه الحرب. وكأنك تريد أن تقول سيادة اللواء، ودقق لنا في ذلك، أنه معروف أنه الإعلام الغربي يعني يسلط الضوء على أمور بعينها لتعاطفه ووقوفه إلى جانب أوكرانيا أكثر من روسيا، مع تقديم الكثير من الوقائع عما يحصل في روسيا، ولكن بتنا نلحظ أنه بصمت وبكثير من الهدوء إعلاميا على الأقل روسيا تحقق على الأرض أشياء مما تريدها على الأقل. صحيح خسرت وهزمت في بعض المناطق ولم تحقق ما كانت تريد كل ما كانت تريده، ولكن حققت الكثير. إذا أخذنا مثلا الموانئ، خيرسون، ماريوبل، ما يحصل الآن في لوغانسك ودوناتسك، إذن الكثير تم تحقيقه على الأرض. هل هذا الكلام صحيح؟ أم يجب أن نعطي أذنا صاغية أيضا للكلام الغربي، لأنه في أرقام وفي حقائق كذلك؟ أنا لا أعطي ذهني لا للغربي ولا لروسيا ولا إنجلترا وأمريكا اللي هم بيشنوا الحرب دي، أنا أعطي نفسي بالنتائج. النهاردة مين اللي استولى على ماريوبول؟ مين اللي حقق انتصار على خرسون؟ والنهاردة روسيا لأول مرة بتقول إنها عايزة تعمل قاعدة في خرسون، طبعا الكلام ده مش هيتم، إنما أنا بقولك أنا ليه النتائج اللي حصلت. النهاردة إقليم دونباس بالكامل النهاردة روسيا مسيطرة عليه، والرئيس الأوكراني الصبح النهاردة قال نحن نحارب حرب قوية في شرق أوكرانيا. أنا ليه النتائج، أنا مليش دعوة ده بيقول إيه وده بيقول إيه، ولكن أنا ليا النهاردة إن روسيا اتخذت أساليب جديدة باستخدام الصواريخ الفور صوتية وحققت نجاح وقللت استخدام الطائرات المقاتلة القاذفة. وأعتقد إن إحنا في الفترة القادمة كلنا كعسكريين هندرس هذا الكلام، وهتلاقي إن الفترة القادمة الطائرات المسيرة بدون طيار الصواريخ الفور صوتية هتكون أساس في أي عمليات مقبلة. شكرا جزيلا لواء دكتور سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، على هذه المشاركة معنا من القاهرة، تحياتنا إليك. على مدار أيام وأسابيع تبعنا حصار أزوفستال مسرح عمليات ماريوبول، مصنع صلب كان حصنا منيعا ضد القوات الروسية، تابعناه بشكل يومي إلى أن سيطرت عليه روسيا أخيرا. نتابع معكم الآن إذن هذه المشاهد الأولية بعد خروج المقاتلين الأوكران والمدنيين من أقبية أزوفستال.
للمرة الأولى بوتين في المستشفى يتفقد جنوده الجرحى ممن أصيبوا في الحرب الأوكرانية، وهذه هي المرة الأولى طاهر التي يلتقي بها الرئيس الروسي الجرحى في المستشفيات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي. قال هشام بالفاطمي أحد عناصر تنظيم القاعدة إن الحرس الثوري الإيراني قدم مساعدة فعالة لعناصر التنظيم في الانتقال إلى أفغانستان والوصول لمخيمات حركة طالبان. بالفاطمي الذي يكنى بأبي الزبير المغربي شرح تفاصيل العلاقة بين القاعدة وإيران لمفادة العربية إلى ليبيا. رى الخطيب: أخذوني من أراك إلى طهران، من طهران أخذنا الطائرة إلى زاهدان، من زاهدان سلموني إلى شخص مهرب مهنته التهريب. مين لسانك الإيرانية يعني؟ إيرانية للاستخبارات، الحرس الثوري الإيراني. مكثت معاه في بيته، جاء بمهربين آخرين، سافرت معاه من زاهدان إلى مدينة اسمها ساروان على الحدود الباكستانية، وصلت إلى منطقة اللي فيها المهاجرين فيها العرب. في العربية 360 أيضا، تصريح بايدن حول تايوان قد يؤدي لحرب عالمية ثالثة، كيف؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اجتماع لمساهمي تويتر وسط دراما استحواذ ماسك على الشركة. ولن يتضمن الاجتماع الدوري لحاملي اسم تويتر الأربعاء تصويتا على محاولة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراء المنصة ب 44 مليار دولار. سيجري هذا التصويت في موعد يحدد لاحقا. كان ماسك قد وعد بأن سيطرته على تويتر ستمكنه من تخليص المنصة من الحسابات المزيفة، لكنه يجادل دون دليل بأنه قد يكون هناك عدد أكبر من هذه الحسابات مما تتحمله الصفقة. التحول الحاد في موقف أثرى رجال العالم لا منطق له سوى احتمال أن ذلك وسيلة لإبطاء أو إعادة التفاوض على صفقة تزداد تكلفة على ماسك، وفق ما قاله خبراء الأسبوع الماضي. مدينة يوفالدي الصغيرة قرب الحدود المكسيكية تدخل التاريخ، لكن لسبب مأساوي. عملية إطلاق نار في مدرسة ابتدائية حصدت أرواح 19 طالبا وشخصين بالغين فورا. مسؤولون محليون قالوا إن المهاجم قتل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام قبل أن يقتله أفراد الشرطة. رئيس شرطة مدينة يوفالدي أضاف أن إطلاق النار بدأ في الساعة 11:30 صباحا، وأن المهاجم تصرف بمفرده خلال الهجوم ولم يكن معه معاونون في الجريمة. ويقول المحققون إن المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما كان بحوزته مسدس وبندقية شبه آلية من طراز AR-15 ومخازن طلقات ذات سعة كبيرة. وحتى الآن لم تتضح أهداف أو دوافع منفذ الهجوم. حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت أعلن عن هوية المهاجم ويدعى سلفادور راموس، يبلغ من العمر 18 عاما وهو من سكان يوفالدي.
ومع هول الصدمة التي اجتاحت البلاد، انكبت السلطات الأمنية على إجراء تحليلات لحسابات راموس على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر منشوراته التي قد تقود إلى دليل ما. وقبل ساعات من وقوع المذبحة، راسل سلفادور راموس بشكل عشوائي فتاة عبر حسابه على إنستغرام، وقبل ارتكابه الجريمة قال لها: لدي سر صغير، وانتظري الساعة 11:00. وكما ذكرنا سابقا، بدأت العملية بعدها بنصف ساعة. صحيفة واشنطن بوست أعطت بعضا من تفاصيل حياة راموس، وقالت إنه عانى من التنمر في المدرسة الثانوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء ممارسته ألعاب الفيديو بسبب مشاكل في النطق وبسبب لكنته بسبب كونه من أصول مكسيكية، كما أنه ترك منزل والدته بسبب تناولها المخدرات. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on and on, and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just 10 days ago at a grocery store in Buffalo, New York. I am sick and tired of it. دائما ما تتوجه الأنظار بعد حوادث إطلاق النار الكبيرة للوبي السلاح وأشهر منظماته NRA. وهذا العرض التعريفي عن هذه المنظمة التي زادت الانتقادات لها، خصوصا مع عقد مؤتمرها السنوي في تكساس التي وقعت فيها العملية يوم أمس. مؤيدو الحق بحمل السلاح يعتمدون على المادة أو التعديل الثاني من الدستور في عدم التراجع عن هذا الحق، فلنتعرف على هذا التعديل أكثر. مجزرة يوفالدي بتكساس لاقت ردود فعل دولية عبرت عن الاستياء والصدمة، نتابع بعضها.
وينضم إلينا من واشنطن توماس جورجيسيان الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك سيد توماس. يعني بكل مرة تحصل مجزرة أو مشكلة كبيرة بهذا الحجم نتيجة السلاح الموجود بأيدي الأمريكيين يكون هناك شجب من طرف لآخر. هل ستبقى هذه الحادثة بذهن الرأي العام والناخبين الأمريكيين حتى الانتخابات بنوفمبر؟ لأن هناك دعوات الآن بالإعلام الأمريكي لمعاقبة المشرعين على عدم إجراء إصلاح بمجال السلاح. أولا يجب أن نقول أن هناك ما يسمى في ثقافة السلاح أو أجواء السلاح أو حمل السلاح أو كما أشرتم من قبل فيما يتعلق المادة الثانية، فبالتالي يعتبر هذا حق من أمريكي أن يحصل على السلاح. ولكن كما ظهر في هذا الحادث والأحداث مئات الأحداث التي حدثت من قبل وعن عدد الأسلحة المتواجدة في الولايات المتحدة على امتداد القارة نفسها الولايات المتحدة بلاد تصل إلى 390 مليون قطعة سلاح، أي أن أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة التي تعتبر 330 مليونا، وأن 22% من النساء يملكن أسلحة نارية و 39% من الرجال يملكن أسلحة. فبالتالي ثقافة السلاح وانتشار السلاح وبشكل أو آخر ابتزاز هذا المفهوم في المادة الثانية من جوانب سياسية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية في بعض الولايات بلا استثناء، أن هناك نوع من التباطؤ أو التخاذل في اتخاذ أي قرار يمس بشكل أو آخر تمام هذا الحق أو هذا الوباء إذا جاز هذا التعبير، لأن تم تسمية هذا الأمر من قبل أنه وباء السلاح epidemic. مع أنه ربما ضحايا الجرائم التي من المفترض أن يحمي منها هذا السلاح سيكونون أقل من ضحايا هذا السلاح نفسه بالجرائم التي ترتكب فيه. أستاذ توماس، لو سلمنا جدلا بأن هناك حاجة وأن اللوبي السلاح يضغط، كيف يمكن لشخص بعمر القاتل مرتكب المذبحة بالأمس أن يحصل على كل هذا السلاح، وكيف له أن يدخله إلى مدرسة داخلية بها تلاميذ بعمر المراهقة وربما أصغر؟ إذن هناك قصور في أماكن أخرى في مواضع أخرى ليس بسبب السلاح نفسه فقط. أكيد بالتأكيد هناك قصور، ولكن الهدف الشيء الوحيد الملفت للنظر والمثير للانتباه هو تيسير إجراءات الحصول على السلاح بشكل أو آخر، ووجود هذا العدد الكبير من الأسلحة على امتداد الولايات المتحدة. هناك دول أخرى تتهم بشكل أو آخر، تقول أن هناك نوع من السخاء السلاح في الولايات المتحدة، وما استخدمه هذا الشخص على سبيل المثال وليس الحصر بالأمس يعني كان سلاح سامي أوتوماتيك النصف الأوتوماتيك، وهو حصل على الزخائر تقدر عدد الرصاص فيها ب 375 رصاص. فبالتالي تم تيسير الأسلحة التي تعتبر سلاحا تستخدم في المعارك الحربية تحديدا أو ممكن يسمى في رحلات صيد. فبالتالي توافر هذا السلاح بهذا الكم وهذا اليسر يؤدي بلا شك إلى نوع من ما حدث بالأمس وما حدث طيب من سيد قبل توماس. الوباء كما ذكرت من قبل نعم. طيب بايدن هاجم لوبي السلاح، وهل تعتبر هذا الهجوم هو فقط للهجوم أم أنه يمتلك 60 صوتا اللازما لإحداث تغيير وتشريع؟ حتى أكون واضحا في هذا الموضوع تحديدا، الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين أو بين المحافظين والليبراليين إذا جاز هذا التعبير أو هذا التوصيف يتم في ثلاث أمور: حمل السلاح أولا، ثانيا ما يسمى حق الإجهاد أو عدم الإجهاض، وثالثا قضايا الهجرة. فبالتالي هذا الجدل قد يعتبر جدلا مكررا بالنسبة لأي حادث يحدث من قبل. هناك مئات الأصوات تطالب بالحد من أو تقييد إجراءات الحصول على الأسلحة. نعم. فبالتالي ما يحاول أن يفعله بايدن حاول من قبل رؤساء آخرين، ولكن غالبا فشلوا بشكل أو آخر. نعم. أو يتم لأن الضغوط التي تمارس على مستوى الولايات
فهذا جزء أساسي من لعبة السياسة التي تتم بما يخص قضية السلاح، لأن الولايات تطالب بحقها في إقرار ما يلزم بها، نعم، وليس أن تأتي القرار من واشنطن أو من مركزية القرار. شكرا لك. إذن من واشنطن توماس جورجيسيان الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية. شكرا. تصريح بايدن حول استعداد بلاده للدخول بمعركة مع الصين للدفاع عن تايوان خطأ خطير قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. والتحليل لصحيفة تلغراف البريطانية. الصحيفة أشارت في افتتاحيتها إلى أن اليسار الأمريكي اعتبر وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة بداية لعصر جديد في السياسة الخارجية، لكنهم أصيبوا بخيبة بسبب الفشل في سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان في وقت مبكر من ولايته. تلغراف قالت إن بايدن لم يكتفي بخطأ أفغانستان ليرتكب آخر فادحا خلال زيارته إلى آسيا، بقوله إن واشنطن مستعدة للمشاركة في صراع عسكري ضد الصين إلى جانب تايوان. وتابعت: لم تتحمل أمريكا مثل هذه الالتزامات مطلقا، ويتم تنظيم العلاقات مع الجزيرة بموجب قانون خاص يؤكد على أن واشنطن ستوفر لها مثل هذه الأموال وبكميات يمكنها الحفاظ على إمكانات دفاعية كافية بأموال ستمكنها من ذلك. صحيح. أمر آخر مهم يا طاهر، القانون الأمريكي ينص على أن السياسة لن يغيرها الرئيس من جانب واحد، وأن أي قرار لحماية تايوان يتخذ بموافقة الكونغرس. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو الاثنين، كان تصريح بايدن المثير، فلنستمع إليه. That's a commitment we made. That's a commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with the one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. أيام قليلة فقط بين تصريح بايدن المثير عن استعداد بلاده للتدخل عسكريا في حال غزت الصين تايوان، جزيرة تايوان، وإجراء بكين مناورات واسعة قرب الجزيرة، والهدف تحذير أمريكا. دوريات استعداد قتالية مشتركة وتدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. الجيش الصيني أصدر بيانا جاء فيه أن قواته أجرت مؤخرا تدريبا عسكريا حول تايوان كتحذير جدي للولايات المتحدة من مغبة تفاعلها مع الجزيرة. تايوان جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة، والقوات المسلحة الصينية مصممة على منع تدخل القوى الخارجية وأي محاولة من قبل القوات الانفصالية لتنظيم استقلال تايوان. التدريبات الصينية أتت بالتزامن مع مهمة استطلاع مشتركة مع القوات الجوية الروسية في أجواء منطقة آسيا المحيط الهادئ. وشاركت في المهمة قاذفات استراتيجية روسية من طراز 295 MC وأخرى صينية من طراز شيان H6، وأجرت دورية في أجواء بحر الصين الشرقي وبحر اليابان، وظلت القاذفات الروسية في الجو ل13 ساعة. رافقت القاذفات طائرة مقاتلة من طراز سو 30 SM، فيما تتبعت طائرات كوريا جنوبية من طراز F2S وطائرات يابانية طراز F15S الدورية في مراحل معينة من المهمة. وتعليقا على المهمة قال مسؤول أمريكي كبير إن تدريبات قاذفات القنابل تشير إلى أن روسيا ستقف مع الصين في نزاعاتها الإقليمية مع الجيران في بحر الشرق وفي بحر الصين الجنوبي. صورة اليوم راوية. صورة اليوم وليست صورة واحدة يا طاهر، بالحقيقة هي صور تظهر للمرة الأولى من حفلات داونينج ستريت في زمن الكورونا. تقرير داخلي في فضيحة حفلات داونينج ستريت خلال فترة كورونا يحمل قادة الحكومة المسؤولية ويلقي باللوم على ثقافة سائدة في مكتب رئيس الوزراء البريطاني
نشر هذه الصور التي يبدو فيها جونسون مستمتعاً بالاحتفال. وجونسون الذي يصر على أنه لم يخالف أي قواعد عن قصد، وقال إنه يشعر بالخجل وإنه تعلم درساً، لكن حان الوقت الآن للمضي قدماً والتركيز على أولويات الحكومة. إذن التقرير الداخلي هو الذي نشر هذه الصور. أما تصريح اليوم في العربية 360 راوية، تصريح غاضب للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبن، قال فيه أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا لا يطاق إذا واصلت السيرة في الطريق الخطأ بشأن قضية تايوان. المتحدث باسم الخارجية الصينية ذكر بايدن بمثل صيني قديم قائلا: أنصح الولايات المتحدة بالاستماع إلى أغنية صينية قديمة مشهورة. استمعي راوية جيدا، تقول إنه عندما يأتي صديق يتم الترحيب به بنبيذ جيد، وعندما يأتي ابن آوى يرحب به ببندقية الصيد. تصريح قوي بدون شك بغض النظر عن التجاذبات السياسية بين الطرفين. فيديو اليوم في العربية 360 هو لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وهو يقوم بجولة في متحف ياد باشيم لذكرى المحرقة في القدس، وذلك خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل. وفي قاعة المتحف أشعل تشاوش أوغلو الشعلة الأبدية، كما وضع إكليلا من الزهور. بالمناسبة مشاهدين، هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول تركي رفيع لإسرائيل منذ 15 عاما، وترغب أنقرة في إعادة تطبيع العلاقات مع تل أبيب. نتابع الصور أكثر. طبعاً انتهينا لليوم، ولكن المزيد من الملفات والمواضيع مع الزميل صهيب شراير. وأخبار الساعة، مساء الخير صهيب. إيران أيضاً عنوان أول لديك. صحيح، وبالإضافة إلى إيران وكذلك أوكرانيا وإطلاق النار في تكساس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يعودان إلى العائلة المالكة في بريطانيا، ولكن فقط بتمثيل الشمع في متحف مدام تيسو. مهم نتابع. إذن تفضل. شكرا لكما راوية وطاهر.